البروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا المعروف باسم بروتوكول مابوتو هو أحد وسائل حقوق الإنسان الذي يضمن حقوقا شاملة للمرأة على مستوى العالم. اعتمده مجلس الرؤساء دول الحكومات الإفريقية الاتحاد الإفريقي في مابوتو بموزمبيق في 11 يوليو 2003 وبدأ سريانه في 25 نوفمبر 2005 بتكليف من مفوضية الاتحاد الإفريقي ومديرية المرأة ومسائل الجنسين المنصوص عليها في مبادئ المساواة والسلام. يعمل البروتوكول رسميا على الاعتراف بالدور الحاسم في الحفاظ على القيم الإفريقية على أساس مبادئ مساواة والسلام والحرية والكرامة والعدالة والتضامن والديمقراطية. فضلا على ذلك يسعى البروتوكول إلى ضمان حقوق على نطاق واسع لجميع النساء والفتيات الإفريقيات ويتضمن أحكاما محددة لتنفيذ بشأن الممارسات التقليدية الضارة مثل الزواج الأطفال وختان الإناث والصحة والحقوق الإنجابية والأدوار في عملية السياسة وتمكين الاقتصاد وإنهاء العنف ضد المرأة، كما يعترف بتحسين استقلالية ذاتية في قراراتهم بشأن الصحة الإنجابية، وهو ما يعود بالفائدة على جميع المواطنين من خلال ضمان التنمية العدالة والاعتراف بالحقوق. وفي القارة الإفريقية للنساء والفتيات تمثل النساء أكثر من 50% من سكان إفريقيا، وبذلك تستحق النساء والفتيات الحياة في العالم خال من جميع أشكال العنف والتمييز عندما تلتزم جميع الدول الإفريقية بالكامل بالتزامات المنصوص عليها في البروتوكول ماباتو. سيكون ذلك الأقرب إلى أن يصبح حقيقة واقعة والتماشي مع رؤية الاتحاد الإفريقي للأجندة في 2063 المتمثلة في تمكين المرأة بكامل مع المساواة في الوصول والفرص في جميع المجالات حياتها. ترتبط إمكانات القارة الإفريقية ارتباطا وثيقا بنمو وتطور إفريقيات فيها. وعلى هذا النحو منذ عام 2005 وقعت 49 دولة عضو في الاتحاد الإفريقي وصدقت 42 دولة على البروتوكول بدءا من ماي 2021 مع الاعتراف بأن تحقيق المساواة بين الجنسين عن طريق البروتوكول ماباتو هو أساس التقدم والتنمية في إفريقيا. وفي نهاية المطاف التوصل إلى إفريقيا التي نريدها.